فعلا احنا بنمر بموجة شديدة الحرارة بتأثر على أغلب محافظات الجمهورية. بدأت معانا يوم الأربع الماضي ووصلت ذروتها اليوم، يعني اليوم الحد العظمى على القاهرة الكبرى سجلت 39 درجة مئوية خلال فترة النهار في الظل. طبعا نتيجة ارتفاع كبير في نسب الرطوبة احنا حسيناها أعلى من 39 درجة مئوية، لو تكون 41 أو 42 درجة مئوية. أغلب المحافظات زي ما بنقول في الأول بتأثر بارتفاع قيم درجات الحرارة، وأكثر المحافظات تأثرا بالارتفاع طبعا هي محافظات الصعيد، لأن العظمى فترة النهار بتتراوح من 44 ل 45 درجة مئوية. القاهرة الكبرى اليوم سجلت 39 درجة مئوية، خلال الأيام اللي جاية ما بين 38 و37 درجة مئوية، وده أعلى من المعدل الطبيعي للوقت ده من السنة بحوالي من درجتين لثلاث درجات. تبقى سواحلنا الشمالية رغم الارتفاعات بتكون هي الأقل في قيم درجات الحرارة، يعني السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط بتكون قيم درجات الحرارة فيها أعلى من المعدلات، لكن رغم كده بتكون هي الأقل طبعا في الجمهورية كلها. أجواءها حر رطبة فترة النهار. باقي المحافظات الداخلية من الوجه البحري للقاهرة الكبرى لجنوب البلاد أجواءهم بتكون شديدة الحرارة الراتبة وفترة النهار، وده طبعا نتيجة امتداد منخفض الهند الموسمي اللي بيؤدي لارتفاع قيم درجات الحرارة وكمان الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة. فعشان كده احنا بنقول عندنا ارتفاع في قيم درجات الحرارة وكمان ارتفاع نسب الرطوبة العاملين مخلينا نحس بمزيد من الارتفاع في قيم درجات الحرارة. الموجة الجديدة تكملة معانا لنهاية الأسبوع مع يوم الجمعة إن شاء الله بشكل طفيف وتدريجي تبدأ قيم درجات الحرارة تنخفض وتعود للمعدلات الصيفية المعتادة، لكن الانخفاضات دي هتكون انخفاضات طفيفة بسبب بس إن احنا لسه نسب الرطوبة هتكون مرتفعة معانا، فارتفاع نسب الرطوبة مش هيخلينا نحس بالانخفاضات الملحوظة أو إن يبقى في انخفاض ملحوظ في قيم درجات الحرارة، لكن الأجواء تكون يعني أقل حرارة طبعا من ايام الاسبوع او النهارده او الايام اللي جايه ان شاء الله، خاصه في الليالي كمان اللي هيكون فيها نشاط للرياح. لو انا عندي في بعض الايام فيها نشاط للرياح يقلل احساس نسب الرطوبه ويساعد ان احنا نحس بانخفاض قيم درجات الحراره، وده هيكون ملحوظ معايا مع نهايه الاسبوع. وننوه مع حضراتكم عن فرص سقوط الامطار. فرص سقوط الامطار في فصل الصيف بتبقى موجوده عندنا في اقصى جنوب البلاد، ابو سمبل، حلايب، شلاتين، وتبقى فرص امطار خفيفه ممكن تكون رعديه مش هتاثر تماما على اي اعمال انشطه صحيح. يوميه. ااكد بس مع حضرتك ان كل قيم درجات الحراره اللي انا بقولها في الظل، تعرضي لاشعه الشمس هيخليني احس كمان بقيم درجات حراره اعلى من القيم المحسوسه طبعا. فبقدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس خاصه من الساعه 12 لحد الساعه 4 5 العصر. الفتره دي شده الاشعه الشمسي عاليه بشكل كبير، لو اضطريت ابقى موجود في الشارع يكون معايا غطاء للراس يحميني من اشعه الشمس. عدم الوقوف تحت اشعه الشمس فترات طويله، نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل واهمهم الميه، والملابس بقدر الامكان تكون قطنيه في فضه فاتحه اللون. تمام. دكتور منال، خليني برضو اسال حضرتك عن الشبوره، هل في تغيرات في مواعيد الشبوره يعني بالنسبه للمسافرين على الطرق؟ يسافروا من كام؟ يتحركوا من الساعه كام؟ هو طبعا بالفعل يمكن احنا عندنا شبوره مائيه واصبحت كمان بتاثر على الرؤيه الافقيه في فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتاخر، خاصه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. مع تكون الشبوره المائيه بشكل مؤثر تقريبا 4 الفجر تستمر معانا حتى الساعه 7 8 صباحا مع شروق الشمس. الشبوره ده على كل الطرق يا دكتور؟ على اغلب الطرق طبعا الزراعيه، واحيانا بتبقى في صحراويه. طبعا احنا بنقول الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، فممكن طبعا بشكل كبير في الطرق الصحراويه لما بتنخفض قيم درجات الحراره فتره الليل الرطوبه دي بتتكثف فبيؤدي لتكون الشبوره المائيه.